حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. مصدر يقول لعدن الغد: البنك المركزي في عدن يستعد لصرف راتب شهرين للموظفين. سبتمبر نت: محافظ البيضاء يتعهد باستكمال دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني. الاتحاد ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين. هاف بوست: من هو الرئيس الذي يتقاضى أعلى راتب في العالم؟ أهلا بكم. يتحدث موقع الموقع بوست عن ما أسماه خارطة جديدة تتشكل في عدن بفعل عدة عوامل، منها ما صرح به مصدر أمني للموقع حين قال إن القوة العسكرية السعودية التي وصلت إلى عدن الخميس الماضي ستتولى تأمين مواقع مهمة، بينها المطار وميناء عدن وميناء الزيت وقصر معاشيق الرئاسي. وأضاف المصدر الأمني أن القوات السعودية ستتولى حراسة قصر معاشيق وتهيئة الأجواء لعودة الرئيس عبد رب منصور هادي عودة نهائية إلى البلاد بعد أن ظل خلال العامين الماضيين يتنقل بين الرياض وعدن. وأشار إلى أن قوة تابعة للحكومة الشرعية اليمنية تتلقى تدريبا في المملكة العربية السعودية ستصل لاحقا إلى عدن لمساعدة القوات السعودية في تأدية مهامها. وكشفت مصادر للموقع بوست عن اتفاق غير معلن بين اليمن والسعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا قضى باطلاع بريطانيا بالإشراف على إدارة وتأمين السواحل اليمنية. في عنوان بارز لموقع المشاهد نت: 93% من إيرادات تعز الضريبية تذهب إلى حسابات خاصة. وقال الموقع إن مدير عام مكتب المالية بمحافظة تعز محمد السامعي كشف عن الجهات التي تنهب إيرادات محافظة تعز وتعرقل مهمة مكتب المالية بالمحافظة عن أداء مهامه في تحصيل وتوريد الإيرادات التي تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. وقال السامعي في تصريح خاص للمشاهد إن مكتب المالية بمحافظة تعز لم يتمكن إلى الآن من أداء عمله المتمثل في الإشراف على تحصيل وتوريد الموارد. وقال مدير مكتب المالية: تذهب أغلب إيرادات محافظة تعز إلى خارج أوعيتها القانونية حيث تسيطر عليها عصابات أو أشخاص محسوبون على الحكومة الشرعية، حيث تتوزع الإيرادات على ثلاثة أقسام: الأول منها تسيطر عليه بعض الجماعات المسلحة، والقسم الثاني يسيطر عليه بعض المتنفذين وبعض المكاتب وبعض وكلاء المحافظة حيث يقومون بتحصيلها ثم وضعها في حسابات خارج حسابات الدولة، فيما تسيطر الجهة الرسمية بالمحافظة وهي مكتب المالية على القسم الثالث وهو القليل من تلك الإيرادات والمتمثل بإيرادات جزء بسيط من مكتب الضرائب. لم يحن الوقت بعد لأن تتقاتل العصابتان، ولا يزال أمامهما مساحة لتبادل الاتهامات وإلقاء التصريحات النارية في محاولة كل طرف لاستمالة الشارع وجمع أكبر قدر من الوقود لمرحلة صراع لاحقة ستختفي فيها كلمة العدوان وستحضر فيها مصطلحات أخرى مغمسة بالدم. هذا جزء من مقال كتبه علي الفقيه في موقع المصدر أونلاين وقال فيه: إن كنت تريد لحشدك أن يتم، يمكنك الاستعانة بضحاياك الذين كان أتباعك شركاء في الزج بهم في المعتقلات. يمكنك حشد الآلاف من الذين جوعتهم وجهلتهم خلال العقود الماضية. ادعو آلاف الشحاتين والمجانين من ضحاياك الذين يملؤون الشوارع ليملؤوا لك ساحة يسعى حلفاؤك الحوثيون لسد الطرق المؤدية إليها وتقطيع أوصالها. من كان يجرؤ على الاقتراب من صور صالح حين كان يعتبر نفسه نصف إله، بينما يرى اليوم صوره ممزقة ويحتسب، وكله من أجل أن يتمكن من القفز إلى المرحلة التالية التي يقدم فيها نفسه للخارج وكيلاً لا يزال لديه القدرة على الفعل، وأن البضاعة التي يطلبها الإقليم والعالم هي لديه وليست لدى شريكه الحوثي الذي بلغ كل رصيده أنه سرق مرتبات الموظفين وتسبب في تجويع الشعب. هكذا يقول صالح بأنه وحزبه كانا ضحية لجماعة الحوثيين خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو الآن يخاطب الشعب
بأن عليهم أن يعرفوا غريمهم، أما هو ووزراؤه فلم يكونوا سوى شاهد زور، وأن كل وزير معه 4 مشرفين. وبينما يحشد صالح إلى 70 ليستعرض أنه جاد في البيع، يحشد الحوثيون إلى مداخل العاصمة صنعاء لتجميع مقاتلين تحت لافتة رفد الجبهات، ليقولوا إنهم من بيدهم القرار في إبرام أي صفقة قادمة. وبعد 3 سنوات من اشتراك الحليفين في إسقاط الدولة وتدمير البلد، خرج الطرفان كأي عصابتي مافيا في العالم ليتبادلا الاتهامات حول من نهب الإيرادات ومن سرق رواتب الموظفين الذين سيحتشد كثيرا منهم إلى 70 وإلى ساحات الحوثيين ليرددوا الشعارات، ثم يعود أدراجهم حافية أقدامهم جافة حلوقهم إلا من بقايا صرخات وهتافات. قال مسؤولون في البنك المركزي اليمني بعدن لموقع عدن الغد إنهم أنهوا إجراءات إدارية خاصة بصرف مرتبات 2 لموظفي القطاع الحكومي والجيش، والتي يتوقع صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. وقال مصدر في الحكومة للموقع ذاته إن عمليات تواصل مع الإدارة السعودية أفضت إلى الاتفاق على السماح بهبوط طائرة تابعة للحكومة تقل مرتبات موظفيها، ومن المتوقع لها أن تصل خلال 2. يضيف موقع عدن الغد: في وقت سابق قال البنك المركزي اليمني إن دولة الإمارات العربية المتحدة منعت وصول طائرة تحمل مرتبات الحكومة. يتابع الموقع أيضا: ينتظر 10,000 من موظفي الحكومة صرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك. أكد صالح أحمد الرصاص محافظ البيضاء العمل بكل جهد من أجل استكمال دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية للعمل تحت مظلة الشرعية، وعبر في بيان صادر عن قيادة السلطة المحلية بالبيضاء حصل سبتمبر نت على نسخة منه عن الاعتزاز برجال المقاومة الذين يسندون وحدات الجيش والأمن في كافة جبهات المحافظة وما يقدموه من تضحيات في سبيل تحريرها وإنهاء الانقلاب. وأكد الرصاص أنه سيعمل مع قوات الجيش ووحدات الأمن المسنودة برجال المقاومة الأبطال في إطار الشرعية ومؤسساتها لتحرير المحافظة من الانقلاب، واعتبر أن تشكيل مجالس أو مكونات تحت أي مسمى سيظل خارج نطاق الدولة، ولن يتم الاعتراف إلا بمؤسسات الدولة ودوائرها المعروفة، مؤكدا أن من أراد أن يعمل خارج مؤسسات الدولة فإنه لا يمثل إلا نفسه. ليش ما تاكلوش بسكوت؟ تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: يحكى عن ماري أنطوانيت أنها تساءلت عن أسباب ثورة الناس في باريس آنذاك، فقيل لها إنها ثورة جياع لم يجدوا كسرة الخبز، فردت عليهم متسائلة: ولماذا لا يأكلون الكيك أو الجاتو أو البسكويت أو سواه ما داموا لم يجدوا الخبز؟ وقد تكون هذه السيدة الأرستقراطية الجميلة بريئة مما ألصق بها من قول في سياق هذه الواقعة، غير أن هذا المثال متوافر في كل زمان ومكان وفي كل يمان. يموت الناس من الجوع حقيقة لا مجازا، ومن الوباء، ومن نيران المعارك الداخلية والعدوان الخارجي، ومن أسباب كثيرة ذات صلة عضوية مباشرة ووطيدة بالحرب والفقر. ثم يأتيك أنطوانيتي لينذرك بوجوب عدم الشكوى من الجوع أو الفاقة، أو من أن راتبك مقطوع، أو من أن الطعام إما معدوم أو باهظ الثمن، بل من أن أطفالك لا يفقهون أدنى معنى لمفردات العدوان والشرعية والانقلاب، بل لا يفهمون أي معنى لكلمة وطن. الاشتراتب سنكسر لقفه، والاشتراتب يسير الجبهة، الاشتراتب كاذب، فاليمني عمره ما اعتمد على الراتب. هذا ما تسمعه من أنطوانيت صنعاء، فيما تسمع لهجة قريبة من أنطوانيت عدن: الاشتراتب لازم يثور على الانقلاب، الاشتراتب لا يخضع لحكم الحوثي وعفاش، الاشتراتب ينزل يستلمه من عدن. ثم تولي وجهك شطر صنعاء وعدن فتدهش من انتفاخ تخمة السلالات الأنطوانيتية في المدينتين. هذا ليس الوطن. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم نطالعكم بهذه العناوين، أولها من عدن: في واقعة تعد الأولى في تاريخ المدينة، مسلحون ينفذون القصاص على قاتل ابنهم خارج القضاء. وعنوان آخر: فضيحة اختفاء 600 سلة إغاثية لتعز تطارد الوزير فتح
والأخير يرد. وفي عنوان من الجبهات: غارة خاطئة للتحالف تشير عملية عسكرية للجيش الوطني في مأرب وسقوط 3 جنود. وعنوان أخير: الحوثيون يشنون هجوما عنيفا على منطقة الصيار شرق تعز، والطائرات تدك مواقع تابعة لهم في أطراف الهامل. في خبر يبعث على الاستغراب، جاء في موقع عدن تايم، حيث حذر مدير البحث الجنائي في عدن العقيد الركن صالح محمد قاسم القملي ضباط البحث والتحريات من إغلاق هواتفهم وضرورة أن تكون مفتوحة على مدار الساعة. ويبدو أن الإدارة تواجه صعوبة في التواصل مع الضباط أثناء وقوع الجرائم. وقال موقع عدن تايم في الخبر ذاته إن الأجهزة الأمنية في عدن ألقت القبض على رئيس عصابة نفذت أعمال سطو مستخدمة باص أجرة لسرقة الضحايا في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان، حيث تم التحفظ على الباص في حوزة البحث الجنائي وجاري تعقب باقي أفراد العصابة لتقديمهم للعدالة. وفي الاجتماع الأمني بعدن تحدث مدير البحث الجنائي حول أهمية تنشيط دور التحديات والعمل دون خوف، وقال: سلاحنا القانون، وبه سنواجه كل من يحاول إثارة الفوضى وتعكير أمن المواطنين. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. آلاف من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد أرواح اليمنيين، يزرعون الموت ويوزعون الخوف، وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعة الحياة. أهلا بكم من جديد. تحولت مزرعة الحاجة أم عبد العزيز الواقعة في منطقة بني عامر جنوب غرب مدينة صعدة اليمنية، وكما تقول صحيفة العرب الجديد، إلى مقبرة لقتل الحوثيين الذين تتزايد أعدادهم منذ بداية الحرب الدائرة باليمن في مارس 2015. أم عبد العزيز لم تتوقع أن يدفن ولدها عبد العزيز محمد عبد الله الصعدي في المزرعة التي شب فيها وعمل بها بعد أن قتل في قصف لطائرات التحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية في 3 مارس 2016، غير أن ألمها بسبب قتل أكبر أبنائها لا يقارن بحسرتها على ضياع أرضها ومصدر رزق عيالها، إذ تم دفن عبد العزيز بعد عام من نزوحها إلى صنعاء دون أن تتمكن من وداعه أو حتى زيارته. المزارع الصعدي الأربعيني محمد يحيى أحمد قال للعرب الجديد: مزارع بن ورمان في مناطق سحار وضحيان وبني عامر الواقعة في صعدة تحولت إلى مقابر لمقاتلي جماعة الحوثي الذين سقطوا خلال العامين الأخيرين. وبحسب الباحث غائب حواس، فإن هناك تفاوتا طبقيا في قبور الحوثيين، حيث تتميز قبور القتلى من قادة الحوثيين بكونها مزخرفة ومحاطة بالقباب أو مدفونة في حرم المساجد، بعكس قبور المنتسبين العاديين إلى جماعة الحوثي الذين لا يتمتعون بهذه الميزات. 132 انتهاكا للحريات الإعلامية في النصف الأول من 2017، عنوان لصحيفة الاتحاد، والتي أضافت: تقرير حقوقي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وثق 132 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول لعام 2017. وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات التي تعرض لها إعلاميون ومؤسسات إعلامية تنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد وقصف مؤسسات إعلامية. وأشار التقرير إلى أن الميليشيا الحوثية تصدرت مرتكبي الانتهاكات، مؤكدا أن الوسط الإعلامي تعرض لسابقة خطيرة لم تشهد اليمن مثلها، حيث قامت جماعة الحوثي بإصدار حكم بالإعدام بحق الكاتب والصحفي يحيى الجبيحي بسبب آرائه وكتاباته، فيما تعرض صحفيون آخرون للتعذيب الشديد حتى فقد البعض منهم سمعه، وآخر أصبح مقعدا لا يستطيع الحركة.
عن الظل الطويل لتلك الحرب. تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في مدونات الجزيرة، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: الاحتمالات التي يمكن لليمن أن ترسو عليها مظلمة، فأيا كان شكل الدولة التي ستخرج من هذه العاصفة فستكون بالتأكيد دولة ناقصة السيادة على نحو جذري. في جنوب اليمن قفز القادة الشعبويون إلى الأمام وتنازلوا كليا عن السيادة، فقادة المجلس الانتقالي يعقدون لقاءاتهم تحت العلم الإماراتي في غياب تام للعلم اليمني. لا مقابل حتى الآن، فقد بيعت السيادة جنوباً مقابل أن تدبر الإمارات رواتب شهرية منتظمة وغير رسمية لسلسلة من التشكيلات الميليشياوية التي تعمل تحت إدارتها. إن أفضل ما يمكن أن تقدمه الإمارات للجنوب هو أن تساهم في استعادة السلطة البيروقراطية للدولة بأجهزتها الوظيفية كلها. تعمل الإمارات على الحيلولة دون ذلك، فهي تدرك أن الفراغ هو الوضع المناسب لحركتها. في صنعاء كما في مأرب لا يملك اليمني قراره ولا أرضه، أي سيادته. ومن غير المتوقع أن تخرج السفينة عن الظل الطويل للتحالف وللحرب في المدى المنظور، فنحن أمام رؤية عملية تقول إن اليمن أخطر من أن يترك وحيداً. فبالإمكان إلحاق هزيمة عسكرية سريعة بالحوثيين في الجزء الواقع تحت سيطرتهم، ولكن لماذا؟ فاليمن بلد جائع منذ زمن طويل تسكنه الحروب. إن الصورة النهائية لليمن الراهن في تجلياتها الكارثية المفزعة هي بالنسبة لصانع السياسة والأمن في الخليج تبدو مألوفة فلا تشكل ضغطاً. يحتاج اليمنيون لسلام يستند إلى مشروع دولة على أن تكون دولة قابلة للبقاء لا دولة ملفقة. الدولة التي أنجزها صالح خلال ثلث قرن كانت دولة ملفقة، وكان يعمل على إصلاح أعطالها المتكررة بالحروب. تدرك السعودية الفرق بين دولة قابلة للحياة ودولة ملفقة، لكن ذلك الفرق لا يحفزها لفعل شيء ما، ويبدو أن السعودية صارت مقتنعة أنه من الصعب أن ينجز اليمنيون دولتهم في المدى المنظور، وأن أفضل النتائج الممكنة هي ألا تتسبب دولتهم في زعزعة دولة الآخرين. صحيفة القدس العربي قالت إن الإعلام يتعرض لامتحان جديد في الحرب مع ترامب، فعندما وضع الرئيس ترامب هذا الأسبوع دعاة تفوق العرق الأبيض في الكفة نفسها مع المعارضين لهم أثار عاصفة سياسية رفض خلالها الجمهوريون والديمقراطيون معاملة الطرفين على قدم المساواة، كما صبت تصريحاته الزيت على نار الجدل المحتدم حول ما إذا كان الإعلام الأمريكي قادر على الحفاظ على تقليده لجهة تغطية الأحداث من الجانبين خلال عهد ترامب. الصحفية مارغريت سوليفان كتبت في صحيفة واشنطن بوست: يجب أن يدق المسمار في نعش صحافة المساواة في تغطية الطرفين بعد زعم ترامب أن المتظاهرين اليساريين يتحملون جزءا من المسؤولية عن العنف أثناء تجمع لدعاة تفوق العرق الأبيض في شارلوتسفيل في فيرجينيا، وأضافت: يجب على الصحفيين أن يقفوا إلى جانب الحقيقة الواقعة. من هو أكثر زعماء العالم تقاضياً للأجور؟ فوفقاً لصحيفة الهاف بوست الذي استند إلى موقع الهاف بوست الذي استند إلى صحيفة ألمانية، فقد احتل رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ الصدارة على مستوى ترتيب أجور أبرز زعماء العالم براتب سنوي قدر بحوالي 1.4 مليون يورو، فيما يحتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الثانية في هذه القائمة براتب سنوي بلغ 342 ألف يورو، وحاز رئيس الوزراء الأسترالي المرتبة الثالثة بأجر سنوي يقدر بنحو 339 ألف يورو، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب رئيس النمسا براتب وصل إلى 328 ألف يورو، أما الرئيس الفرنسي فيتقاضى سنويا قرابة 282 ألف يورو، في حين يقدر الأجر السنوي لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بحوالي 164 ألف يورو، بينما يتحصل رئيس الوزراء الإيطالي على 117 ألف يورو سنويا. نقرأ في صحيفة الجارديان مقالا تحليليا لإيان كوبان بعنوان: لماذا أضحى وجود الإخوة في الخلايا الإرهابية
أمرا شائعا، وقال كوبان إن الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم برشلونة الأسبوع الماضي ضمت مجموعة من الإخوة، وهو أمر بات شائعا في تركيبات الخلايا الإرهابية. وأضاف أن يونس أبو يعقوب 22 عاما الذي قتل خلال عملية نفذتها الشرطة الإسبانية تم التعرف عليه بأنه المشتبه الرئيسي الذي كان يقود شاحنة الدهس في برشلونة، فيما أخوه حسين 19 عاما كان من بين الأشخاص الخمسة الذين قتلوا على يد الشرطة في ساحل مدينة كامبرليس بعد ساعات من دهس السيارة التي كان يستقلها عددا من المرة. وأردف كاتب المقال أن محمد هاشمي 24 عاما وأخاه عمر 21 عاما قتلا معا من قبل الشرطة الإسبانية. وتابع القول إن محمد علالة 27 عاما ما يزال قيد الاستجواب من قبل الشرطة الإسبانية لأن سيارته استخدمت في هجوم برشلونة. أما أخوه سعيد 18 عاما فقتل في كامبرليس، وليس هناك أي أثر للأخ الثالث يوسف إلا أن هناك شكوكا بأنه قضى في الانفجار في الكنار. وأوضح بأن موسى أكبير 17 عاما قتل في كامبرليس، أما أخوه إدريس فما زال يخضع لتحقيقات وذلك بعد تسليم نفسه، إلا أنه ليس هناك أي دليل على تورطه في الخلية الإرهابية. وتابع كاتب المقال قوله إن دراسات الإرهاب الجهادي تؤكد بأن وجود روابط عائلية داخلها يعد أمرا عاديا، إذ أن الإرهاب يعتبر نشاطا اجتماعيا شائعا للغاية، كما أنه يخضع لتأثير الأقران. وكالة الاي اف بي نشرت صورا للكسوف الكلي الذي حدث يوم أمس في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.